أكون صريحة معك، إذا نسينا فارق العمر، أنا بشوف هيدا الرجال كتير مناسب لإلك من كل النواحي. شغله باسمه، آدمي، بيتوتي، عنده بيت بالجبل وبيت على الساحل، ومستعد يكتب لك ويأمن لك آخرتك. وأنت شو بدك بعد من الزواج غير السترة والرفقة الحلوة وتخلصي من مرت خيك وأمه؟ لأنك متعلمة وما عندك وظيفة، وبصراحة شكلك مرتب بس منك ملكة جمال. أنا بقول تشوفيه وتتعرف عليه وأكيد رح يعجبك، رجال ملوى تيابه. بالإذن. ألو؟ إيه وينك؟ إلي من الصبح عم دق لك. ما كنت سامعه، هلا شفت رقمك، بك شي؟ بقلك بالعادة تحكي لي من نهار. خالي عزمنا أنا وياك على العشاء، قلت له بدي أشوف رياض إذا فري. إيه دقيت لنسيم، البسم بس طلع مرتبط. مين قالك تعزمه بدون ما تسألني؟ هيك طلعت عفوية، بعدين أصلا ما بيقدر، قولي له إيه لخالك. وينك أنت مش بالشغل؟ لا، على البحر. أنا أقول لأنه سامع صوت موج البحر، اللي ما عندك شغل؟ أخذته نهار فرصة، قلت بنزل اليوم، صار لي كل الصيفية خلص موسم بعد ما نزلت ولا مرة على البحر يعني. ألو؟ ألو؟ ليه ما نزلت الأحادات على البحر؟ حتى عم تاخذ نهار خصوصي تتنزل. لأنه الأحادات عم نطلع فيهم على الجبل. بعدين اليوم نهار سبت، ما في هالقد عجقة يعني، ولا ضغط بالشغل. وليه ما قلت لي تنزل معك؟ لأنه أنت مشغولة وسامي ورفيق طلعوا بالمشروع، جيت معهم. طيب، شوفك عشية. شو قلتي؟ تبري لي موعد معه. كمان الليلة رح تبقى للسبعة بالمكتب؟ بدي لحق خلص الملف اللي بين إيدي قبل آخر الشهر. بعدك مقررة تسافري آخر الشهر؟ إيه، صرت مأجلة ثلاث مرات، ما بقى تحمل القصة إلا إذا صار معي شيء. شيء مثل شو؟ شيء يمنعني من السفر أو قرار جذري يغير مجرى الأمور. ومعقول يصير شيء جذري من هلأ لجمعة يغير مجرى الأمور؟ مين بيعرف؟ اللي بيصير بلحظة ما بيصير بدهر. وإذا ما صار شيء جذري، صار شيء ممكن يودي لتغيير جذري. عندي بوست كتير مهم وبمعاش كبير، ما في اتنازل عنهم إذا ما كان مشروع جدي وأكيد. شو قولك بده؟ ما بعرف، اتصل فيي قال لي أنت بالبيت، قلت له إيه، قال لي خليكي. أكيد عيزنا بموضوع بخص مايا. ما عاد شفتك بعد العشاء تأسألك، عجبتك؟ إيه عجبتني. وإنت؟ أنا كتير حبيتها، بس ما بعرف حسيتها مغرورة شوي. بحق لها، متعلمة وحلوة وعندها وظيفة مرتبة. شو طلع لنا من وظيفتها؟ ما رح تتركها وتروح تعيش بأمريكا؟ اللي عنده السيفي تبعها ما بيصعب عليه يلاقي وظيفة مهمة بأمريكا. ايه بس ما فيها تشوف حالها علينا، رح تتجوز شاب بيسوى نوم العينين. ما شافت حالها علينا، بالعكس كانت كتير لايقة معنا. بس ثقتها بنفسها زايدة شوي عن اللزوم. ايه شخصيتها قوية. هيدي مش قوة شخصية، هيدي ثقة زايدة بالنفس، تما نقول غرور. فكرت قوة شخصية. بس ما قلت له شي لنسيم؟ إذا هو مقتنع فيها وشايف سيئاتها حسنات، ليه أنا بدي انتقدها؟ ما بحب زعله. إيه مزبوط، شو ما كان القرار اللي أخده نحن لازم ندعمه. هاي عمي، هاي سمسون. شو في حبيبي؟ شغلت لنا بالنا. حضروا حالكم، يمكن عوزكم بهاليومين تروحوا تحكوا بمايا. مبروك حبيبي، شو هالخبرية الحلوة؟ انت قبرني.
لحظة راجع. كأني حاسه مش مبسوط. وأنا كمان. ليه قولك؟ ما تحللوا عزوكم. مبسوط بس تعبان. امبارح مش نايم كل الليل. رايح تتعشى معه وأنا بعد ما صبيت لك رصاصة. مجبور، هيدا شغل. خلي نورة تروح مطرحك. هيدا الملف أنا مستلمه. بس أنا بعد ما صبيت لك رصاصة. أنا أساساً ما خرطت براسي كتير قصة الرصاصة. كيف؟ لما كان عمرك سنتين كنت ماتت، ارتخيت بين إيدي، لا من إيدك ولا من إجرك، هيك صرت ولول وصريخ داخلكن ابني الحقوني. ركضت جارتنا ام عصام عصريخي، شافتك بهالشوفة قالتلي هيدي صايبة عين. بس صبتلك رصاصة شوكي وانقلعت، فزيت من بين ايدي وقبعت بالركض. هلا انا وصغير انصبت بالعين، هالقد كنت حلو وفتي. جعت، خلينا نطلب العشاء. عايب، لازم ننطر الزلمة. طب أنا جوعانة، مين فكر حاله هيدا ساعة ليجي؟ بعدين أنا مش مستعدة أبداً ضلي جوعانة كرماله. بيقول المثل، وإنت بتعرفي إنه الأمثلة فيها حكمة، لأن خلاصة تجارب ميات السنين من الحياة وتداولوها الناس جيل ورا جيل توصلت لعنا. شو بيقول المثل عدنان؟ ما تلوم الغايب تا يحضر. بس أنا بعدني جوعانة. راح أتصل شوف وين صار. مش معقول يتأخر هالقد إلا إذا كان في سبب وجيه. لغى كل مشاريعه كرمالك، شاب عزك كتير ومعجب فيك وما صدق انك قبلتي تتعشي معه. اوكي اتصل فيه. حاضر. عم فتش على الرقم لقيته. عم بطلبه. عم بيرن. جاوب. ألو.
شو قال لك؟ قال لي انت واحد غليظ كنت عم تستلمني وسكر الخط بوجهي، قولك النمرة غلط. شو بدك فيه؟ هيدا واحد لونتك عيت للمتر، خلينا نطلب العشاء. بس ليه قال لي هيك؟ عدنان بليز طلب العشاء بعدين حلل. ايه حاضر، ما تواخذيني، نطرتك على الفاضي وضيعت لك وقتك، بس بشرف امي كان قاتل حاله كرمالك. ليه عمل هيك ما بعرف، في شي غلط. ما تزعل، على كل حال ما كنا رح نزبط، انا عرفان الشباب ومش عم بتفق مع حدا. ليه؟ انا بشوف الشباب كلهم بدهم رضاكي، ليه عرفاني منهم؟ في صفات بحبها بالشاب ما عندهم اياها. بكرة بتلاقيها بواحد منه. لقيتها بواحد بس مش عم يتجاوب معي. شو هالحكي؟ معقول شاب ما يتجاوب معك؟ مش معقول ما هيك؟ أكيد مش معقول. أنت كنت تجاوبت؟ أنا؟ يا ريت أنا خرجك، بس أنا مش خرجك. لو أنا خرجك كان يا ريت. ليه؟ لأني أكبر منك بعشر سنين. غيره. أنت غنية ونحن دراويش. وغيره. أنت حلوة وأنا بعين أمي غزال. خلينا نرجع لموضوعنا، الحب ما بيعترف بكل هالاعتبارات. ليه لازم نطلب العشاء؟ نسيتي انك جوعانه؟ مات فيسبوك بنت عم يظهر معها نسيم وهيئتها علاقتهم عم تتطور. ما فيك تفوت عليها اذا ما كنت فريندز معها. فتت على فيسبوك نسيم هو فريندز معها، يدلي اذا بيعرف بيزعل مني كل حياته. فرجيني. حلوه، وين تعرف عليها؟ وينو فنجانك؟ ما خبرتيك؟ ما تقولي لي هيدي اللي رجع كرمالها من امريكا وكنت مش طايقتيها. لا، هيديك خلصنا منها الحمد لله. كان احساسي بمحله، طلعت ماديه ووصوليه، مفكرته اغنى مما هو، وكان بدها تتجوز كرمال مصرياته. نعمة بقلبها. شو بدنا فيها؟ الله يبعدها ويسعدها، صار متعرف على شي خمسه سته من بعدها، وهيئتها هيدي رح تكون مسك الختام. بسم الله عليه، وين لحق يتعرف عليهم كلهم بهالشهرين ثلاثة؟ مش مخبرتيك؟ لك لا، قنعته يتعامل مع مكتب زواج. مكتب زواج؟ ايه، مديرة المكتب جارتنا بالحي، بنت صبية ومهضومة كتير، عرفتوا عليها وهي قدرت تقنعه. أول مرة بسمع إنه في مكاتب زواج بلبنان. وأنا لو ما ثاقبت بعرفها لنورا ما كنت سامعة فيهم. كيف يعني؟ كيف بتصير الأشياء؟ وليه مهتمة هالقد؟ ما تكوني بدك تتعاملي معهم تتلاقي عريس؟ يي بعد ناقص، شو أنا بيتي؟
برح تقدم لي عريس. بس بتعرفي أنا مثلك متطلبة، ما بيعجبني العجب، وإلا أولادي كانوا صاروا طولي هلأ. ولك بعرف عم تخبريني؟ عندك 10 صابع، مش ناقص ولا اصبع. نعم، ما عم بفهم عليك. تفضلي. حبيت كثير صورة الشاب اللي بعثت لي اياها على الفيسبوك، وعجبتني كثير صفاته. حضرتك بتهتمي بضفير جريك؟ نعم أكيد. يعني بتعملي بيديكور؟ إيه. كل قد إيه يعني؟ مرة بالجمعة، مرتين بالجمعة؟ شو هالأسئلة هيدي؟ بصراحة بصراحة هيدا الشاب مش هامه من العروس اللي بده يتجوزها إلا يكونوا صبيع جريا حلوين. لكن أنا ما رح أعجبه لأنه أصابيعي شوي كبار ومعركجين. صحيح. ما انتبهت، كنت مركز على اللون. بعتذر منك كتير. أوكي ولا يهمك. رح أبعت لك عدة صور لشباب مع مواصفاتهم، إذا كنت مهتمة بحدا منهم اتصلي فيي. عالأكيدة. تشرفت. باي باي. مع السلامة. تفضلي. ثانك يو. مع السلامة. بونجور. بلا ما نضيع وقت بعضنا، شلحي الإسبدرين إذا ما في تقلي. حطيتي لها زبدة؟ ايه تبع صحتك، كترة الزبدة بتعمل كوليسترول وتريجليسيريد. مش بكير على الحكي؟ حالي بالسبعين كرشي قدامي مركب دقم سنين. هدول الأمراض مش هلأ ببينوا، هدول تراكمات. في عم بحرقهم بشبار. طلعيها طلعيها، مش احسن ما تختنقي؟ شو هي؟ الخناقة. ما بدي اتخانق معها، عمرك 35 سنة، بتعرف مصلحتك وبتعرف تتحمل مسؤولية حالك. شو معناته هالحكي؟ ما فهمت؟ كمان هذا الحكي مش عاجبك؟ يا بحلى الخناقة على هالموقف البارد، يا بحلى. يا شو كثرة الحكي اللي ما بيودي لنتيجة؟ أنت عارف حالك شو عم تعمل، ما هيك؟ ايه كثير منيح. مش مرتاح لموقفك أبداً، فيه نية بطني. كلامي كتير واضح، انت قلت انه تصرفاتك ما رح يخسروك شغلك، طالما انت بشغلك كتير منيح، ما في مشكلة، مول اللي بدك اياه. هيدا تهديد مبطل، افترضي بكره قلعوني من شغلي. ساعتها بتكون انت ما بتحبني وما عم بتأسس لعائلة معي ولا بدك تبني لمستقبلنا، وكمان بتكون كل هالفترة عم تضحك علي. خليك بلد فلسفة، بشعرفك ما تفلسفة. عن جد ما عندي بقى زيد ولا كلمة على هالموضوع. هاي تقول كده من الصبح. يا ويلك يا رب تنجينا. أنا سفيه الشيطان على الأرض، رح خلي ابنك عدنان يكون عبد الشيطان، رح استعمل كل جمالي وأنوثتي لخليه يصير خاتم بإصبعي، يقتل باسم الشيطان، يسرق باسمه، رح
ورح جيب شيطان صغير يبلعت حواليك. ويا ويلك ويا ويلك يا ويلك إذا بعد بتصبي له رصاصة، لأنه هالرصاصة بتزعجني مثل ما البرغش اللي عجبينك بتزعجك. يا رب تنجينا، العياذ بالله ملا كابوس. الحمد لله اللي طلع كابوس. شو بدها في هيدي لابني من قلة الشباب الزعران تروح لعندهم تعملهم عبيد للشيطان؟ شو بدها بالأوادي؟ يا ربي. بونجور. بونجور. ولو أنا المتكلة عليك تعطيني أخبارهم، توصل الأمور بيناتهم للزواج وما تخبريني؟ بين مين ومين؟ عم تستهبلي؟ مايا ونسيم؟ عن جد مش عارفة؟ من وين بدي أعرف؟ ما بتعرفي لابن أختي كل مرة بيعمل زيت الشي؟ بس يبلش يظهر مع بنات بيقطع اتصالاته فيي. بس أنا متفاجئة من مايا كيف ما خبرتني. باي. عصف. شكل شيطان، سفيرة الشيطان. ياي، وكيف بيكون منظر سفيرة الشيطان؟ بني آدمية بس بقرون. قرون؟ ليه بقن للقرون؟ أنا كان بالي إذا لابقين للقرون كنت عم برجف من الخوف. أكيد لابقين له، ما هو كل شي بيلبق له. انتبهتي إذا كان إلى دنب؟ لا، ما دارت لي ظهره. هلأ شو بدنا إذا لابقين للقرون أو عندها دنب؟ دير بالك يا أمي منا، ابعاد عن طريقة. إيه لازم. يمكن تكون آدمية ويمكن تكون زعرة، ليه تتخاطر؟ خلينا يا ماما نبعد عن الشر ونغني له. ما بقى تتعاطى مع هيدي البنت. أنا اليوم بالذات رح روح لعند نورا وأطلب منها هي تستلم ملفها الشيطاني. إذا بتعملي معروف أنت ما تتعاطي، أحسن ما يفكروني قاصر مش رجال، ما عندي شخصية. في سامامون. طيب اتصرف. آخ وين صارت هيدي سعاد؟ بعلمي من 10 أيام رح تاخد لي موعد من الشيخ تيفك السحر أو العين أو الكتيبة. آخ آخ آخ. إيه أكيد لابق للدنب، حتى أكتر من بطلة أفاتار. بونجور يا خبيثة. ليه؟ عزارة ما فهمت. منيح اللي بعرف خالته لنسيم تعرف انه نسيم جاي يطلب ايدك. جاي يطلب ايدي؟ معقول تكون سامية فهماني غلط؟ خالته قالت لك جاي يطلب ايدي؟ ايه هيك على اساس. بس معقولة انت ما تكوني عارفة؟
بركي بده يعمل لي اياها مفاجأة، بركي وقت اللي قرر كان عمو عنده وقال بيخبرني الليلة، بركي ناطر يجيب الخواتم قبل ما يحكيني بالموضوع. قالوا لك اي متى جايين؟ لا هي مش عارفة، بس قال بيعلمهم بهاليومين. ميرسي 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 على هالبشارة، ما بعرف كيف بدي رد لك جميلك كل حياتي. ليك انا قدام شركة هلا، بس اطلع مكتبي بحكيكي. باي باي. بونجور، حضر القهوة وناطرتك. اجيت بوقتها، ميتة على فنجان قهوة. اف شو هالنهار، هلكوني هالتلاميذ اليوم، ما كانوا مركزين معي. مدري انا ما كنت بمود اشرح. انا كمان بمرق بايام ما بيكون لي جلاد اعلم. كيف العرسان؟ من يومين قلنا انا وعمو حضروا حالكم، بدنا نروح نزور أهلها ونطلبها، بس ما حدد لنا أيمتى. والله مش هينة هيدي البنت جارتكم، تزبط معها أوقات تجمع اثنين بالحلال. كيف لكين؟ صارت مجوزة أكثر من 50 كوبل. والله ولك عندها حاسة سادسة، بتحس إنه هالشخصين مناسبين لبعضهم، وأغلب الأوقات تزبط معها. والله عم بتكتري كتير أسئلة، ما تكوني مفكرة أنا عم كتر أسئلة؟ أنت اللي عم بتفسري وأنا كل اللي عم بقوله كلمة والله. آه ما بعرف اللي تهيأ لي. مش مزبوط، عم بتهيأ لك إشي غلط. أوكي، أصلاً لهن بيقبلوا من كل الأعمار؟ إيه بفتكر أكيد بيقبلوا من كل الأعمار. بحسبي أنا تعملت معهم، كيف بيعرفوني على الشباب؟ شباب؟ لا مراهقين والرجال. طيب رجال كيف؟ بيكون في رجال مقدمين عندهم طلب، بيشوفوا شو المناسب لإلك بيناتهم وبيعرفوك عليه، بس بدك تدفعي مصاري. قد ايه يعني؟ ما بعرف، بفتكر شي 2000 دولار. اف هالقد؟ ويمكن أكتر. وإذا ما اتفقت مع الرجال بردوا لي مصرياتي؟ بفتكر ما بتدفعي المبلغ إلا إذا تجوزتي، ما حدا مبلغ صغير، بتدفعي بالأول حتى يغطوا مصاريفهم. والله إذا همك الموضوع ما في لزوم للخجل، بعرفك عنورة. أبداً ما وردت الفكرة على راسي، إن شاء الله فكرة مش عم لاقي الرجال، بس أنا ما بدي. أوكي إذا غيرتي فكرك ما فيها شيء، أحسن ناس عم بيلتجوا لمكتب زواج. أكيد يا حو نسيم ابن أختك أحلى بنت بتتمنى عليه والتجأ على مكتب زواج مثلاً. يلا إذا بدك منروح منزورها اليوم بعد الدوام. لا اليوم بدي فكر. بونجور. بدك شي قبل ما أنزل؟ لا سلامتك. باي. شو عامله عشية؟ ماشي قاعدة أنا والماما والبابا بالبيت. أوكي بركي منروح مناكل سوشي. سوشي؟ أوكي بحكيكي بعدين. يحبني، اخذ قرار ما يحبني، خايف يحبني. حقه، انجرح مرة وعذبه الحب، والبنت اللي حبها ما كانت لا بمستواك الاجتماعي ولا بجمالك. أنا شو ذنبي؟ كل فرس وإلها خيالها، وهو حاسس إنه منه خيالك.
ساعديني. عم ساعدك، مع انه انا كمان بصراحه بقول انه عدنان مش خيالك. انت بتحبيه او مفكره حالك بتحبيه للاسباب الغلط. فيك تنكري انه عدنان من اطيب الشباب؟ لا. وانه نظيف وشفاف كمان؟ لا. وانه صادق لدرجه البساطه؟ افهمتيني. وانه شجاع وابداي؟ هيدي ما افهمتيني فيها. انت يمكن لانه ما بتعرفي هالناحيه بشخصيته ولا مره احتجتي انه يدافع عنك او ليك. بس هو خبرني انه دافع عنك بالصدفه بدون ما يقصد. مرتين؟ معقول حياتي تكون مهدده مرتين ويدافع عني بهالمرتين من دون قصد؟ معك حق، صدفه غريبه. شو بدك احلى من هيك صفات بالشاب؟ صحيح بليد ومنه سوفيستيكيتد، بس هولي صاروا جزء من التشارم تبعه. نعم، عشوائي رح شوفوا جوني ديب. هاي عدنان. كيك كنت فايت لعند نورة، قالت لي عبير انه عندها زبونة، صار بدك نورة تستلم الملف؟ لا مش هيك. هيدا الحق ع حسان، زعلتي لأنه ما إجا عالعشا، اعتبرتيها إهانة. أصلاً لا بدي إياه ولا بدي غيره. ما بقى بدك عريس؟ أصلاً هيدا كان عذر لحتى أتقرب منك وأعطيك فرصة أنك تتعرف علي. ليه أنا ما بعرفك؟ حاطة وجه بربارة؟ عدنان أنت بتعرف البنت الحلوة والغنية والما بتنطال. بالإذن، عندي موعد كتير كتير مهم، تارك رجاله ومرته عم يتخانقوا ويمكن توصل بيناتهم للتشابك بالأيدي، يقوم يلبطها تحلشو، يضربها تخرمشو، يقتلها أو تقتلو إذا ما رحت رديتهم عن بعضهم. بالإذن. مرسي على السوشي، هيدا أطيب سوشي ذقتها بحياتي. إيه كانوا كتير طيبين. بدك شي؟ غير باوسين؟ لا. شوفك بكرة. بكرة ما فيي شوفك، كل النهار اجتماعات. ما رح تتغدوا؟ بلا، رح اكل ساندويش على السريع. بتعرف بلش العد العكسي بالنسبة إلي، جمعة الجاي مسافرة. هيدا إذا خليتك. وكيف تمنعني؟ في مليون طريقة. أحبسك وأقفل عليك، أربطك بجنزير حديد، أو بمحبس. كله معقول بس مش أكيد. هيدا قرار كبير مش لازم ناخده تحت ضغط من أي نوع اللي كان. بونوية. Thank you.
نسيم؟ شو هالمفاجأة الحلوة؟ رح اغبى عن الوعي. عم تتلقمن معلم زاك؟ قديش صار لك ما طليت علي؟ اشتقت لك. وأنا كمان. عود جوهان لف لك سندويشي؟ لا 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 مغدى، بس عبالي فنجان قهوة. وديع عملنا قهوة. أوكي معلم تكرم عينك. شو؟ بعد ناطينك تحدد لنا موعد مع أهلها لمايا. يلا قريبا. شو بيك؟ مغير فكرك؟ لا أبدا، بس مش عم بقدر أخذ قرار بتحديد الموعد. ما عليه، خد وقتك، طبيعي إنك تتردد بيك قرار. ما هون المشكلة، ما معي وقت، سفارة مشكلة. تأجل سفارة، هيك قرار ما بيتاخد تحت الضغط. صارت مأجلته 3 مرات، ما بدها تخسر شغلها. رح تترك شغلها بكل الأحوال إذا تجوزنا، مشان هيك بدها تتأكد إنه ما رح تتركه بعدين يصير شيء وما نتجوز. طيب أنت ليه متردد؟ ما بعرف، مش عم بقدر حدد شعوري، في شيء عم يمنعني ما بعرف شو هو. على كل حال دبي مش بعيدة، وانت صار لك زمان ما زرتها. وقت تقرر، إذا قررت، القصة رسمينا تيكت سفر.